واحنا عندنا 105 مليون ما شاء الله، منهم 60% شباب. لا عندنا، بس مهم قوي ان احنا نعرف نشوفهم ونختارهم ثم ندربهم ونصر عليهم. ده النص بتاعنا. النص بتاعهم هم اللي هو بتاع اللعيب، ان هو يعرف ان الرحله رحله طويله محتاجه جهد كبير جدا جدا، يعمله في الملعب ويعمله حتى مع نفسه عشان يحقق ده. لا هي المساله فقط بان احنا نجيب مدربين كويسين ولا ان احنا نوفر ملاعب كويسه، لا، احنا الموضوع على بعضه متكامل بين الدوله وبين حتى الاسره اللي عندها ابناء وشايفاهم عندهم فرصه، وبين الابناء اللي هم او الشباب اللي ممكن يلعبوا اللعبه دي. لو قدرنا نعمل كده وبقى فعلا الولاد، مش بس الولاد والبنات اللي يقدروا يلعبوا اللعبه دي، نديهم الفرصه ويتدربوا، هنقدر نوصل ونحقق حاجات كتير. شكرا يا فندم. شكرا محمود، بشكرك. كنت عاوز طلب من حضرتك. حاضر يا محمود. يعني بما ان بطل مصر كان نفسي العب في الاهلي. يعني ما تدخلنيش مع الخطيب والاهلي يا محمود. حاضر. الوزير الشباب بيقول لي سهلا ان شاء الله. ماشي، شكرا. شكرا جزيلا. ربنا يمد في عمري اشوف ياسين ده حاجه كويسه يعتمد على نفسه فيها. الاطفال زي دي حتى لو اخت او حد مش هيهتم بيه زي الاب والام، هي دي بس مشكلتي. ممكن اموت اسيبه، هي دي مشكله. كل اب وام شفناهم وقفوا ورا اولادهم صنعوا منهم ابطال، اثبتوا لنا ان مع الحب مفيش مستحيل. وفي زحمة الدنيا لازم نكتب لبعض ونصارح بعض بالمشاعر اللي ما بتجيش فرصة عشان نظهرها. بتعلمنا نوع جديد من الحب، إنك إزاي تحب حد أكتر من نفسك وتديله كل حياتك لمجرد إنك تشوف ابتسامة على وشه وتشوفه ناجح. أنا بحس إن اللي أنتوا بتعملوه ملهم لينا جدا. أنا لما ببص في عينيكم بحس إن أنا لازم أكمل. فأرجوكم استمروا، إنه مفيش أصلاً حاجة اسمها طفل نورمال، مفيش حاجة اسمها طفل عادي، هو كل طفل كنز. أنا دايماً يا أحمد شايفاك بطل من غير أي حاجة، وكمان أنا اتعلمت منك يا أحمد حاجات عمري ما أي حد علمها لي. شكراً على كل لحظة حلوة ووقفكم معايا، شكراً على الخير اللي اتعمل معايا. أمنية حبيبتي، بحبك قوي 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 من اول لما شلتك بايدي وراس قلبي، والله بحبك. انا بحب ماما قوي، بابا قوي.